أمير الشعراء. اليوم الكيران جاو والملك في غياب سفيان. وليد الزين سيلقي القصيدة. الحمد لله يا رب. الحمد لله. يلا. قلبي يرقص، قلبي يرقص زاهي فرحان. الله. وأكثر من الزهام غادي. اليوم جونا الكيران من برد حلق الوادي. الله. كيران جديدة نبرة مكشتين، مازالوا بالبلاستيك مغلفين. كل عجلة من رود سكور عندها اثنين، والسوي جلاس على الكاتفاس للبلار منظفين. موتورها نحلة صوته حنين، في المرواح يرطح أعصاب المواطنين. جات الكيران العادلة زحمة لدى الزان، كل مواطن بكرسيه كأنه نايب في البرلمان. لعد تسمع عبي الوسط لخضان في الدودان، أمورتيسورات يطيروا تيران. لا ركاب بالأحضان، لا تحرش لا همزان، لا ركوب من غير قصان. هاي جات الكار الفرنسية، ملا وهرة وجمالية، بواتوتو مش يدوية، الكياسات مستوية مفروشة تقول زربية، فيها تلفزة وين تشرجي الهواتف الذكية. هاي جات الكار من الأوروب، تسربي قهوة تسربي شوب، مش كالصفرة تشطحك بوب، تطلع لاباس تهبط سكالوب. جبتوا الكار بختف، كانت حافلة زادت بف، إن شاء الله خير عيني ترف، إن شاء الله ما نشوفهاش تزف يتيح لهواء تعمل طف. في بلاصة الكار إن شاء الله تجيبونا النظافة، شوارع تلمع في عيون العالم خطافة، نطوروا كيفهم الثقافة وترجع الجرايد والصحافة. إن شاء الله تجيبونا الصحة، يدوروا بيك على جرد كحة، يجروا بيك للمصحة في لحظة الوجيعة تتنحى. إن شاء الله التشغيل تجيبولنا القانون، مواطن مفضل مش مرهون، شهريته تفوت المليون ويقري صغار وربي سون. يجيبولنا الكورة والملاعب، الحكم والفار معاه المساعد، خالصين بلاش متاعب. الكارو هاي جبتوها، مشاكل النقل تتحلوها، والإنجازات نستنوها. برافو تبدع ان شاء الله اخويا، تبدع من غير ما تعلق. اذا كل الكار يعني جابتك الوحي هذا الكل. نعم، ماذا بينا المترو ان شاء الله باش نعملوا عليك، يجيبوا لنا المترو في اكتوبر. فما 50 كار اخرى ننتظروا قصيده جديده بحول الله، ولا نعاودوا رديف غيب نهارك. يلا مطرانا في انتظار ايه تمشي الكوجينا على لي زوم دافير وعلى المصالحه وعلى المستقبل المشرق. ساعنا نحب نشكر الاذاعه والتلفزه الوطنيه، نحتاج الميساجات ايجابيه في الاطار هذا. واذا احنا دخلنا مرحله البناء والتشييد، يلزم عدم شيطنه رجال الاعمال، يلزم اعطائهم الفرصه باش يبنيوا هالبلاد. وانا متاكد عندنا برشا رجال اعمال باهين، ونبعدوا على التعقيدات والاجراءات القانونيه. ثم بان بالكشف يا نوفل انه ما يسمى بالمؤتمن العدلي على بعض المؤسسات دمر المؤسسات، ما نجحهاش. يلزم ترجع لأصحابها المؤسسات هذه، ويلزم نشجعوهم، ويلزم نبسطوا الإجراءات. نحب نحكي لك في الإطار سي نوفل عن تجربة مثلا في قصر هلال. مش باش نولي كما سفيان باش نحكي على ديما على قصر هلال. رجال أعمال بناوا المستشفى وبناوا المدارس، والمدارس عندنا ولات عصرية والمستشفى عصري، لكن شنو عملوا لهم وقت بناوا قالوا للمسؤولين الغاديكا في الولاية حطوا لنا أسماء والدينا على رحمة الوالدين. لا، قالوا لهم لا، بناوا مستشفى رائع جدا وعصري مجهز بكل التجهيزات، لكن قالوا لهم لا، ما تحطوش هذيك اللافته اللي فيها اسماء والديهم على رحمه الوالدين. احنا نحتاج مثل هؤلاء رجال الاعمال. مثلا هذه القريه في اليابان تحب تبعث كار مجهزه عصريه للمعوقين في مدرسه المعوقين في المستير، فما اجراءات معقده. هذه ولات تعمل في الخير في مصر وفي تركيا بسبب هالإجراءات هذه، ماهيش منجمة تعمل خير في تونس. بالضبط. يا نوفل، رجال واضح. الأعمال ممتازين جدا، والدول تبنات برجال الأعمال واحترامه وتقديره. واضح. ثم هذوما اللي باش يشغلوا لك اليد العاملة، هام جدا هذا. نعملوا قاعدة مصالحة وشاملة ونبنيوا تونس من جديد، وربي يوفق الجميع. وقال هو في الحوار سمعته في الوطنية، قال انه باش ينحيوا برشا عراقيل. يلا نمشي.